المجرمين هن زعم المجرمين. وليام على التحقيق بيفوت لك، بيتر على التحقيق بيفوت. ملي معروفين هذا ملي معروف. لك صراحة دقوا لي امبارح انا بعد الظهر، قال لي من امن الدولة وكذا مطلوب هون على مدير جبل لبنان. قلت له صديقي اتاكد من رقم بركي مضيع انه بدي لحدا ثاني، لان في مطلوبين في مذكرات التوقيف. قال لي يا خيي انا عسكري علي بالك. قلت له انت بمنطقتي وعراسي بكل احترام، ميرسي تبلغت. نحن اليوم قدام مركز امن الدولة لان طلبوا الشباب على التحقيق، ويليام وابو صعب. نحن بنقول لهم نحن قبضايات، شبابنا ما بيهربوا من التحقيق. نحن اذا طلبوهم بيجوا شبابنا، مش مثل ما هن بيهربوا من زاروبه لزاروبه واخر شيء بيترشحوا للانتخابات وهن مطلوبين للقضاء. او لو مشيتوا بموضوع التحقيقات على المضبوط ما كنتوا شفتونا هون. جايين توقفوا خيو لشاب تشقف على البور كرمال شو؟ كرمال كلمة كلمتين كتبون؟ ملي معروف كاتب بدي هون، ملي معروف شيء بدي هون، ملي معروف. ابيك يا روح ما بدنا هلا. لا ما فيك تاخذها. شنو يعني هون؟ ملي معروف. أحد المديرين أحد أبيك. ما فيك تاخذها. عم تقول بنتي عم تبكي، بنتي خافت، أولاد هيدي العالم ما خافت، صار لها سنة وسبع شهور وهي بتبكي بدها بيا. كرمال ويليام وبيتر هيك. بدون ينسى ننسى الإهراءات، بدون يطمسوا الحقيقة وما نشوف. ما حدا بينسى. بدل ما يجيبوا المدعى عليهم والموقوفين يجي يوقفون، جايين يوقفون على قلنا. نحن اذا بيمشي تحقيق ارباب المطلوبين بيجوا بيرجع محكمة التمييز بتمشي، نحن بنايم نقعد بباتنا بننطر الحقيقة. بخصوص اللي صار مع وزير العدل، نحن عملنا رد فعل عشان حكى عنده المكتب، ونحن قلنا حالنا عمل بالطريقة اللي نحن بدنا اياها. وسقف الحرية بلبنان بعتقد ما له سقف. نحن اذا الله راد مكفيين، لو بدنا نتوقف 100 مرة مكفيين، واذا هن فكرون انه ينسونا ما رح ننسى، لأن نحن اهالي الدم بدهم يتحاسبوا.